سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم وأيضا أرحب بمشاهدينا على صفحة الفيسبوك مباشر الآن، وحلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. قبل ما أبتدي موضوع حلقتنا النهاردة، حابة أن أنا أعزي أهلنا في مصر في قتلى ومصابي حادث القطار المريع اللي حصل يوم الأربع اللي فات ده، وراح ضحيته 20 قتيل و 43 مصاب. أنا يعني مش هتكلم على أسباب الحادثة دي ولا أي حاجة، لكن الحقيقة إنه المشاهد كانت مؤلمة وكارثية، و يعني ما فيش حد شاف الفيديوهات اللي الناس ماشية مولعة فيها دي وما تأثرش وما نامش وما بكاش. يعني أنا بصلي إن الرب يعطي سلام ويشفي كل قلب حزين ويسدد كل احتياجاتكم، وبصلي شفاء سريع لكل المصابين، وبصلي حكمة للقادة في البلد وصحوة ضمير في المجتمع. ربنا يعزيكم. خليني بقى أتنقل لموضوع حلقة النهاردة. اسم الحلقة مأساة أطفال داعش. الحقيقة ما لقيتش يعني اسم أحطه للحلقة دي، إلا أنه عندما ننظر للأطفال الخارجين الناتج الدولة الإسلامية دي، ما نقدرش نقول عليهم أي حاجة غير أنه حالتهم مأساوية، نهايتهم مأساوية، بداياتهم مأساوية. يعني من كل حتة تبص لحالة الناس دي، الأطفال دول، تلاقي أنه محاطين بمآسي في حياتهم اليومية، في أفكارهم، في قلوبهم، في تصرفاتهم. فالنهاردة هننظر لبعض يعني اللمحات اللي ممكن تدينا كده إطار نبص بيه على حالة عامة لمين هم الأطفال دول، نتاج إيه، إيه التنوع في حالاتهم واحتياجاتهم. ويمكن النهاردة ربنا يلمس قلب حد فيكم، يدي حد منكم يعني في البلاد اللي بتسمعنا في الغرب وفي الشرق النهاردة، يديكم فكرة تساعدوا بيها، يديكم صلاة تصلوها من أجل الناس دي، ويدينا نور على الحق، ويدينا نور على الظلمة اللي موجودة في مجتمعاتنا. العالم دلوقتي بيرصد اللي بيقولوا عنه آخر معاقل داعش في منطقة البغوث. البعض بيقول إنه في اتفاقية ما بين مع الدواعش سمحت بخروج المدنيين من نساء وأطفال ورجال. أولاً محدش عارف مين المدني ومين المحارب منهم، لكن في سمات مشتركة إنه الكل جعان، تعبان، مريض، مصاب، نفسياتهم تعبانة، عندهم، تلاقي في بعض عنده حالة غضب، وفي بعض عنده حالة ذهول. في حاجات مشتركة كده واضحة في كل الفيديوهات اللي مالية الانترنت دلوقتي. في أعداد هائلة من الأطفال بأعمار مختلفة، من سن 3 سنين لسن 18 سنة، دي الأعداد الأكبر من الناس اللي خارجة هناك. من سن 3 أيام، أنا أسفة، 3 أيام، المنظمات بتقول كده، عندنا أطفال عندهم 3 أيام. وغير بقى الناس اللي بيتولدوا بقى في كل يوم في المخيمات. ملاحظة بتلاحظ إن الرجال كده عندهم في حالة هدوء، وجايين بطولهم مش شايلين حاجة. معظمهم كده اما تتكلم معاه ينكر ان هم كانوا مع داعش اساسا، فيقول لك انا كنت هناك يعني تاجر خضار او عامل. كلهم عندهم نفس الاجابه، عارف اللي حافظ مش فاهم، هم حفظوهم كده، قول كده. البعض بيقول انا التحقت بداعش لكن ندمت، البعض بيقول انا التحقت بيهم بس ايه، انه انا يعني كنت عضو في التنظيم لكن كنت بعمل اعمال مدنيه، كنت بحرس حاجات، كنت براقب الناس. تسألهم اشتركتوا مثلا في القتل وكل ده، يقول لك لا يعني أنا ما عملتش كده. معظمهم بيردوا كده نفس الحكاية. وما تعرفش مين ندمان ومين تعبان، ما تعرفش مين بيقول الحق ومين اللي مش بيقول الحق، لكن من الواضح إنسانيا إنه كل الناس دول يعني فعلا حالتهم النفسية في الحضيض.
أما النساء بقى فده أمر آخر بقى، يعني دي حاجة، دي قصة تانية، ده لون وده لون تاني. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت لما عملت حلقة عرائس الموت، اتكلمنا عن عرايس داعش وقدمنا لكم نماذج العرايس الغربيات. هم طبعا يعني مش عرايس بمعنى انهم لسه متجوزين، عرايس بمعنى ان هم دي كانت شغلتهم في الحياة، ان هم زوجات داعش. لكن اتكلمنا عن الغربيات اللي طلبوا الرجوع لبلادهم زي شميمة وهدى وغيرها، وانه دول كانوا من اصول، يمكن في منهم من اصول عربية لكن مولودين في البلاد دي، فكانوا عايزين يرجعوا لبلادهم، لكن معظمهم غير نادمين، واضح يعني، وقالوا بصراحة انهم غير نادمين. وقلت لكم ان احنا هنستكمل الموضوع ده النهاردة في الاسبوع ده. عايزة اوريكم النهاردة نموذج من نساء داعش العربيات بقى، السمات المشتركة بينهم انهم غاية في الشراسة، طالعين شايلين أسلحة وزخيرة في شنطهم وفي ملابسهم، يعني بيقولوا كده on my person، يعني في شخصي أنا شايلة سكينة ومسدس وكلام من ده على نفس على جسمهم، يعني ربطنها بقى لكن في الشنط في زخيرة، مش عارفة عايزين جايبين الزخيرة يعني خسارة لتبوظ مثلا ولا جايبينها ليه. ده غير بقى الفلوس والذهب معاهم. وانا ببص كده على الفيديوهات حاجة عامة انه في الستات شايلين شنط، انا مش عارفة هم شايلين الشنط ليه وجارين عيال، يعني انا لو معايا عيال وهربانة من حتة، وانا فعلا عملت كده يا دوب هم هدمتين عشان اغير للعيال وحاجة اكلها لهم في السكة بس، والباقي مفيش، ما يهمنيش، ما يهمنيش اخد حاجة، لكن دول واخدين حاجات لسبب ما، قول فلوس ذهب كلام من ده علشان يعيشوا بيها يشتروا بيها ياكلوا بيها في المخيمات، ممكن، لكن دي كانت سمة عامة. عايزاكم ترجعوا تاني تفتكروا انه دول ستات في منتهى الشراسة باين كده، والناس اللي الاكراد اللي كانوا بيحرسوها بيقولوا كده عنهم. سألت نفسي طب ليه هم الستات بالذات اللي شايلين الشنط بالشكل ده، والستات بالذات مش الرجالة اللي بيتكلموا وجايين برسائل عن العودة والتخويف والترهيب وإحنا والدولة الإسلامية وأنا جود بالنفس والابن والجوز وكل هوى البدن فداك نفسي يا رسول الله ويا بغدادي. اشمعنى الستات؟ عشان عارفين انه الستات هيقدروا يتكلموا ومش هيعاملوا بنفس القسوة اللي بيعامل بيها الرجالة معهم عيال، هيودوهم فين؟ مش كده؟ الستات الدواعش هم أبواق الإنذار اللي استخدمها داعش وما زال بيستخدمها لحد دلوقتي. عايز أوريكم فيديو مثل، طبعا اللي عايز يشوف ستات الدواعش اللي خارجين بيقولوا ايه للناس اللي بيستقبلوهم، وبيستقبلوهم بإزازة مية وبيستقبلوهم بشوية بسكوت للعيال، العيال جعانين بياكلوا الحاجات من على الأرض، الأكل من على الأررض، كانوا بياكلوا حشيش في الأيام اللي فاتت عشان ما فيش أي معونة ولا إمدادات جوه. فشوفوا بقى بعد ده كله والست قاعدة في الخيمة كده ومرتاحة وبيعملوا معها مقابلة بيقولوا لهم ايه، نشوف الجبروت اللي موجود اللي اتزرع فيهم. خلينا نشوف الفيديو الأولاني. سقوط تنظيم داعش الإرهابي عسكريا لا يعني انتهائه هنا في شرق الفرات. الأفكار التي زرعها تبدو حاضرة بقوة في عقول الآلاف ممن عاش مع التنظيم. مروة تؤكد بأن تنظيم داعش باق وبأن جهادهم في سبيل الله وكلهم فداء لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. كنت أجاهد في سبيل الله لأني الجهاد مطلوب علينا على كل شخص قادر عليه، وأنا كنت وزوجي قتل وضليت، وحتى صارت الهدنة بين الكفار وأمير والدولة الإسلامية وصار أمر أني طلعنا، ونحن لأني بنطيع أمير المؤمنين على المنشط والمكره فقطعناه وطلعنا لأني مستضعفات حاليا،
ونحن قائمين على الجهاد إن شاء الله تعالى لقيام الساعة ولآخر نفس فينا، وحتى أطفالنا وأنفسنا وأزواجنا كلهم في سبيل الله، وما لنا خايفين في الله لومة لائم، وتتكون بعلم أمريكا ولا روسيا ولا أي واحدة من دول الكفار الطغاة، نحن ما لنا خايفين منكم، واللي جوا عندهم سعادة أكثر من اللي أنتم حاسين فيها. وفق ما ذكره عائلات داعش الذين خرجوا اليوم من بلدة الباغوز، هناك أكثر من 10,000 مقاتل مع عائلاتهم في الأنفاق تحت الأرض في الباغوز. ناز سيد، قناة الغد، دير الزور. الرسالة اللي ادتها البنت دي الحقيقة جمعت مروة، اسمها مروة، هي احدى زوجات الدواعش وهو جوزها مات، لكن هي قالت انا مجاهدة، هي نفسها مجاهدة، والرسالة بتاعتها واضحة، احنا جايين لاننا مستضعفات، ولانه جالنا امر بالخروج، واحنا حياتنا قائمة على الجهاد، وحتى الاولاد في سبيل الله. والجملة الاخيرة الإنذار بمن هم في أنفاق تحت الأرض في المدينة، هي دي العينة اللي تكرر منها الكثير من التصريحات، وهم دول مربيات الأطفال الموجودين الآن في مخيمات اللاجئين. عايزة يعني أقف هنا دقيقة وأعلق على كلمة قالتها، قالت إحنا الآن مستضعفات. أوكي؟ في فقه للاستضعاف، في طريقة كيف يعيش المسلم حينما يكون مستضعف، في فكر وطريقة حياة لموضوع الاستضعاف وأحكامه، في أحكام للاستضعاف في الإسلام. طيب لو سمحت اعمل كده بحث على جوجل وشوف كده أحكام الاستضعاف في الإسلام. بنتكلم على إزاي عاش محمد حينما كان وأصحابه حينما كانوا مستضعفين في المدينة، وإزاي عاش في مكة لما ما بقاش بقى مستضعف، لما كان عايش داعش. عاش داعش في مكة، دلوقتي داعش ترجع تاني تلم نفسها وتعيش في حالة استضعاف وتنتشر تاني في وسط الدول لحد ما يجمعوا يعني صحتهم تبقى كويسة تاني ويرجعوا لنا بقى، مش كده؟ أنا عايزة أكلمكم على موضوع فقه الاستضعاف ده في يعني دقيقتين. في كتاب طالع كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي للدكتور زياد ابن عابد المشوخي. اوكي، انا بس الكتاب مستفيض جدا، لكن انا عايزه اقول لكم عن احكام الاستضعاف. بيقول هي احكام الاستضعاف هي الاهم في هذا الكتاب، وعرض اقوال العلماء فيها وترجيح بقى ايه اللي يتعمل في حاله الاستضعاف وايه اللي ما يتعملش. مساله الاستعانه بالكفار في قتال الكفار حال الاستضعاف ده يمكن تقدر تعمل كده، مسألة الاستعانة بالكفار في قتال البغاة من المسلمين، دفع المال للكفار في حالة الاستضعاف، وبعض الفقهاء اشترط خشية الإبادة ولم يكتفي بالضرورة، تعطيل الحدود في حال الاستضعاف، الاعتراف بالاحتلال في حال الاستضعاف، بيع الأراضي للاحتلال حال الاستضعاف. في الحاجات دي كلها فيها حاجات تجوز وفيها حاجات لا تجوز، اوكي، بس الكلام ده كله بيفكروا فيه. تسليم المطلوبين من المسلمين ده يقول لك لا يجوز، التجنس بجنسيه دوله غير اسلاميه اجازوه بشروط، المشاركه في الحكم الكافر او الجائر حال الاستضعاف انه ده بيترتب عليه بعض المفاسد لكن ما فيش مشكله. بيقول لك ايه، ذكر المؤلف ما يرخص به حال الاستضعاف، وهي الأمور دي عايزاكم تنتبهوا لها، كتمان الإسلام وإخفاء شعائره حال الاستضعاف، جواز استخدام المستضعف للحيلة المشروعة، جواز استخدام المستضعف للتقية، جواز استخدام المستضعف للمداراة. في أمور كتيرة ممكن يعني نتكلم فيها، لكن النهاردة هدفي أني أتكلم عن الأطفال، لكن من غير ما نكون لازم نكون منتبهين، لأنه هناك خطر يحدق بالمجتمعات الغربية والشرقية، دول هينتشروا في كل حتة. أوكي؟ خليني أخذ مكالمة. طيب معايا الأخ زكريا، أهلا بيك يا زكريا، تفضل.
السلام ونعمة الأخت أمان. سلام ونعمة أخي العزيز، تفضل. الله يحفظك. سلام ونعمة لكل المشاهدين الكرام، أشكرك أختي أماني على البرنامج المسلمة، البرنامج الأكاديمي الذي يرقى إلى مستوى الأكاديمي التعليم، فشكرا. أشكرك. أما بخصوص موضوع، أريد أن أوجه أولا رسالة للأمازيغ الممكن. اتفضل سريعا لأنه عايزة أكمل موضوع الأطفال النهاردة، اتفضل. أيوة، لأن الأمازيغ استعمروا من طرف الأوباء هؤلاء العرب، يعني كانوا هم مسيحيين في الأول قبل أن يغزوهم العرب. نعم. ودون وجه رسالة للأمازيغ شمال إفريقيا والمغرب والجزائر وليبيا وتونس ومصر، الآن أيها الأمازيغ اتركوا دين الإسلام، اتركوا المساجد العرب وادخلوا إلى مسيحية دين الحق والحياة والمحبة. يا أمازيغ اخرجوا من دين الإسلام، دين الصحراء، الصحراء دين داعش، دين الإسلام، دين اليهود، هذه فرصتكم في الصحراء. نعم. صوت العرب العربي، أنتم أمازيغ مسيحيون بطبيعتكم وفلسفتكم في الحياة. لقد كان ملوككم أمازيغ مسيحيين كالملك كوفيلا والملك أغسطينوس والملك سيد كذلك. وأنا أدعوكم يا أمازيغ لإسقاط دين العرب العربي. طيب. وحمل الأصل والإنجيل أمازيغ. حان الوقت لترك أمازيغ جزائر ملايين كما فهموا واقع الأمازيغ. أزور ربي في لوت لكل أمازيغ المرة. طيب خليني أنا فهمت رسالتك، قادر أسمعك أحسن المرة دي، أنا مبسوطة أني عرفت أسمع رسالتك النهاردة. شكرا لأنك بتعمل دعوة للأمازيغ، لكن هدف الدعوة مش أنكم تسيبوا دين عشان تروحوا الدين، لا، هدف الدعوة أنكم تعرفوا الحق في المسيح يسوع وتعرفوا الحياة الحرة في المسيح يسوع ويكون لكم حياة أبدية في المسيح يسوع والرب يأتي بحقه في وسطكم. بشكرك يا زكريا واشكرك على الرسالة الحلوة النهاردة لأهلك، الرب يباركك. طيب خليني أرجع تاني للموضوع. أنا وقفت عند أن دول هم مربيات الأطفال اللي موجودين دلوقتي في مخيمات اللاجئين. الناتج عن النسح ده آلاف من الأطفال من جنسيات مختلفة شرقية وغربية، 120 جنسية مختلفة اشتركت مع داعش في القتال في العراق مثلا، يعني وطبعا العراق وسوريا. مشكلة أطفال داعش ما ظهرتش دلوقتي بس، ما ظهرتش مع النسح ده بس، ولكنها كانت موجودة من سنين، من بداية الدولة الإسلامية. في ناس راحوا بعيالهم، وفي ناس في أطفال اتولدوا في التنظيم، وفي أطفال انضموا مع أبائهم للتنظيم، في أطفال بلا أوراق ثبوتية لأنهم ما طلعوش أوراق لمولودين هناك مثلا، وفي أطفال مع أهليهم لما وصلوا هناك قطعوا الأوراق الثبوتية بتاعتهم علشان إيه، يبقى إعلان أنهم مع الدولة الإسلامية ومش محتاجين الجنسيات الأخرى. في أطفال أيضا بلا أباء وأمهات بالمرة، زي ما قلت لكم من سن 3 ايام لسن 18 سنه تركوا في لاسباب كتيره هقول لكم بعضها دلوقتي، تركوا في في وسط البلاد اللي مثلا يخرج منها الدواعش ويسيبوا العيال، سواء كانوا عيالهم مأسرينهم ولا اهاليهم ماتوا او باي شكل من الاشكال. اطفال لقوهم في مباني اتهدمت عليهم هم لسه عايشين وأنقذوهم من تحت المباني دي، أطفال في عمر أيام. اتقال عن أطفال داعش دول كلام الحقيقة سلبي جدا، وأنا فكرت يعني أنا يعني مش عايزة الكلام ده يبقى هو اليافطة اللي تتحط على أبناء داعش، لكن أنا عايزة أقول لكم إن الله عنده لكل شخص منكم، يمكن في منكم أطفال ما هم مش فاهمين الرسالة اللي هقولها دي دلوقتي، لكن يمكن بعد سنة اتنين تفهموها، يمكن بعد 10 سنين تشوفوا الفيديو ده وتعرفوا ان انتوا واحد من الأطفال دول، وان الله عايز ليك حياة. الله لا يراك
بكل الـ يعني اللي بيدعي عليكم العالم، ولا يراك بأعمال أبوك، ولا يراك بأعمال أهلك، ولا يراك بفكر الدولة الإسلامية، ولكن يراك كابن. هو اختارك علشان تكون ابن لي. فالنهاردة لو أنت بتسمعني وعايز خلاص حقيقي، اعرف أن الله عنده مستقبل ليك. أنا بكلم كل طفل وطفلة بيسمعوني، وعارفة أنه قلبكم فاهم اللي أنا بقوله. المجتمعات الغربية والشرقية بيتكلموا عن أطفال داعش، بيقولوا كده إنهم قنابل موقوتة، إنهم موسومين بجرائم أبائهم، إنهم بلا مستقبل، غير مرغوب فيهم من دولهم أو أهلهم الباقين، إنهم بيواجهوا مصائر مجهولة، إنهم بمفردهم. بنتكلم عن أعداد مهولة من يعني البشر. الأجيال هيكون لها تأثير في مسار المجتمع في المستقبل، هيكون لها تأثير إما سلبا أو إيجابا، وده هيعتمد علينا إحنا بقى على اللي هنعمله سلبا أو إيجابا. هعيد الجملة دي تاني لأنها مهمة، ولأن الرسالة دي للجميع النهاردة من الله. مستقبل هؤلاء الأطفال سيؤثر في المجتمعات الشرقية والغربية يا سلبا يا إيجابا، على حسب اللي احنا هنعمله في المجتمعات الشرقية والغربية، يا سلبا يا إيجابا، يا هنقف نتفرج يا هنساعد ونعاون. اوكي، خليني أعرض لكم مجموعة من النماذج لهؤلاء الأطفال وحياتهم شكلها إيه. يمكن هكلمكم في الفيديوهات أكتر، لكن عايزاكم الصورة دي تنطبع في أذهانكم، لأنه الصورة يمكن أفضل من ألف كلمة هقولها. هقدم لكم عرض نماذج موجودة، وإنت بتتفرج كده صلي واسأل الرب إيه دورك، إزاي ممكن تساعد، إزاي يعني ممكن الله يستخدمك، إذا كنت من خلال منظمة، من خلال صلاة، من خلال منظمات إنسانية، من خلال بلدك، من خلال فكرة الله يعطيها لك علشان تساعد هؤلاء الأطفال. خلينا نروح للعراق ونشوف كيف تعاملت العراق مع هؤلاء الأطفال، وده يديك يعني عرض واضح لحالات كثيرة ومتعددة من الأطفال من سن 3 ل 18. خلينا نشوف الفيديو. قرار عراقي بترحيل أطفال داعش إلى بلدانهم، وتحديدا من أتم من الأطفال فترة حكمه أو الأطفال غير المدانين أصلا. وبالفعل بدأت الخارجية العراقية الاتصال بالدول المعنية من روسيا وألمانيا وغيرها لبدء معاملات استلام أكثر من 800 طفل من 14 جنسية مختلفة، فيما تدقق الدول المعنية في هويات الأطفال. هذه الخطوة العراقية تأتي وسط حديث عن ضرورة إحاطة هؤلاء الأطفال برعاية متخصصة واحتضان اجتماعي لعدم تأثرهم بسلوك ذويهم المتطرف. هي براءة موصومة بجرائم الآباء، ويصفها البعض بأنها مأساة حقيقية أفرزت أطفالا لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا من آباء لا رحمة في قلوبهم. فبعد أن هزم تنظيم داعش في العراق وسوريا، ده الشكل اللي عاشوا بيه أطفال داعش قبل ما يكونوا موجودين في وسطنا دلوقتي. اتدربوا كده. من 14 جنسية ولدوا من آباء وأمهات ينتمون لداعش في مناطق سيطرة التنظيم وتحتجزهم السلطات العراقية. وإثر خسارة التنظيم الإرهابي وفرار مسلحيه أو اعتقالهم، ترك الأطفال من غير أي أوراق رسمية ليواجهوا مصيرهم بمفردهم. الحكومة العراقية أخذت القرار بتسليم هؤلاء الأطفال إلى البلاد التي ينتمون اللي هم عايشين بيه دلوقتي. فقامت عن طريق وزارة خارجيتها بمناشدة كل البعثات في العراق لتستلم رعاياها من الأطفال غير المدانين بجرم أو الذين انتهت مدة محكوميتهم. مصادر عراقية أكدت أن الكثير من هؤلاء الأطفال تعود أصولهم إلى روسيا والشيشان، وآخرون من ألمانيا وغيرها من الدول.
مصدر دبلوماسي في الخارجية الروسية أعلن في المقابل أن بلاده بدأت بالفعل العمل على التحقق من هويات الأطفال، والعمل جار على إعادتهم. تصريحات كان قد سبقها حديث للرئيس الشيشاني رمضان قديروف قبل شهور، كشف فيه عن اتفاق مع العراق بخصوص ملف استرجاع أطفال مسلحي داعش من الأصول القوقازية. ألمانيا تفاعلت كذلك مع الموضوع، فقبل فترة أعلنت أنها تتأهب لعودة عشرات الأطفال الذين نشأوا في بيئة التنظيم المتطرف بعد أن يتموا فحوص الحمض النووي الخاص بهم. برامج تأهيلية مكثفة يحتاجها هؤلاء الأطفال بعد أن يستقر بهم الحال في أي بلد في العالم لضمان عدم تأثرهم بسلوك ذويهم المتطرف. القانون العراقي أقر بأن من هو دون السابعة هو دون سن المسؤولية، وهؤلاء لهم حكم خاص. أما الأحداث فهم الذين دخلوا في السنة السابعة أو أتموا السنة السابعة ولم يتموا السنة الثامنة عشر من عمرهم، وهؤلاء أحداث. هؤلاء حوكموا وهم الآن يقضون محكوميتهم ليس في السجون وإنما في دور الإصلاح والرعاية ومدارس الرعاية إلى أن يكملون محكومياتهم، طبعا على تفاوت هذه المحكوميات وثبوت الجرائم التي ولغوا فيها. فيما يتعلق بالأطفال دون سن السابعة ودون سن المسؤولية، هؤلاء فاتحنا سفارات جميع الدول التي ينتمون إليها أو التي نتوقع أنهم ينتمون إليها، لأنه بعد حين ستكون هناك فحوصات دي ان اي لإثبات نسبة هؤلاء. اللي مر بي الأطفال دول مجموعة، أنا بس وريتكم مجموعة. اللي مر بي أطفال داعش دول يعني بكل أطيافهم أشياء الواحد يشيب لو يفكر فيها، زي ما بيقولوا كده في مصر نقول لك كده دي حاجة تشيب من الرعب. أنا بفكر كده القانون عموما يعني القوانين العامة بتتكلم عن سنين أعمار معينة للأطفال اللي تقدر تقول ده مسؤول وده غير مسؤول، ده يبقى حدث يتحط في إصلاحية أحداث، ده اللي تحت سن السبعة ده معرفش بيعملوا فيه إيه. لكن القانون العراقي بيقول إنه الأطفال ما دون السبعة بيعاملوا معاملة، واللي فوق السبعة لحد الـ18 بيدخلوهم إصلاحيات الأحداث. هل اللي كتب القانون ده كان يجي في ذهنه في يوم من الأيام إنه في أطفال زي دول هيكونوا عاشوا المآسي اللي عاشوها الأطفال دول؟ أنا عايز أقول لكم إنه من ضمن الأطفال دول مثلا اللي ما دون السبعة بنات اغتصبوا وكانوا سبايا. من ضمن الأطفال اللي ما بين سبعة وما فوق دول، أو الحقيقة لأي سن يعني شفنا فيديوهات أطفال بتذبح، يعرفوا يعني إيه دم، يعرفوا يعني إيه يلعبوا براس بني آدم في الكورة، يعني يعرفوا يعني إيه يبقوا ماشيين في وسط أشلاء ناس ويفتخروا بيها، اتبرمجوا على كده، أعدوهم أهليهم اللي هم يعني المفروض يعني يصدقوهم على كده أو أكبروهم على كده. فالحقيقة اللي بيمر بيه الحالة الإنسانية اللي موجودة في وسط الأطفال دول يعني حاجة مرعبة جدا، علشان يقدروا يؤهلوا لأنهم يرجعوا لبلادهم. في منهم كتير هيتعمل لهم التحليل الحمض النووي اللي بيعملوه ده، ولا دول فاهمين حاجة ولا فاهمين يعني إيه تحاليل علشان يقدروا يرجعوا لأهلهم. دي ترك الداعش زي ما بيقولوا كده، ترك الداعش اللي سابها للعالم كله. بس عشان نبقى فاهمين، احنا مش بنتكلم على داعش كمجموعة، ولكن احنا بنتكلم على داعش كفكر. يبقى دي تركة الإسلام الحقيقي اللي ساب لينا الأطفال دول مهلهلين، حتى دولهم مش عايزاهم، حتى دولهم مش عايزاهم. في بعض الدول استجابت زي ألمانيا مثلا، ألمانيا دولة كويسة بتاخد الغريب، مش هتاخد ولادها؟ هياخده. لكن المؤسف انكم هتشوفوا بعد شوية انه بعض الكثير من الدول العربية ما ردتش خالص او بتمطوح، مش عارفين يعملوا ايه، وهنشوف ليه برضو مش عارفين يعملوا ايه. سؤال، انت ازاي تدخل
في بيتك طفل وانت عارف انه ممكن بسهولة يقوم يدبح. You know؟ أسئلة كلها يعني معقولة نقدر نقول انه الناس عندها أسباب تخاف، لكن في مسؤولية. لأن أنا زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا على كل الستات اللي هربوا مثلا من الغرب، رجعنا تاني لأهاليهم وتربوا إزاي في بيوتهم، لقينا أنه كان في البيت الأساس في البيت كان بيعلم التعليم الإسلامي بالشكل ده، أو سمح أنه الابن أو الابنة يتعلموا بهذا الشكل. الأساس هنلاقيه دايما في التعليم. أوكي؟ خليني أنا أسفة، أنا بتقولي معانا مكالمة؟ طيب خليني أخذ مكالمة. الأخ يوسف، أهلا بيك أخ يوسف، اتفضل. أهلا بيك، السلام. سلام المسيح معك، اتفضل. أستاذ يوسف أنت على الهوى، تفضل. ايوه معك سلام. طب يعني عايز تقول حاجة ولا ايه؟ مش فاهمة. عايز نقول حاجة. ايه طب اتفضل. طب خلاص اوكي، خليني اخد الفيديو اللي بعد كده. خلينا نشوف نوعية بقى تانية من الأطفال. أنا جايبة لكم مثل هنا من بنات اليزيديين، بنت عندها 11 سنة يعني طفلة، لكن شوفوا الخبرات اللي عاشت بيها الطفلة دي. شوف الفيديو. خلف الخيام القماشية للنازحين الأزيديين في إقليم كردستان العراقي يتمزق قلب العديد من الأمهات على أطفالهن الذين جاءوا إلى الحياة نتيجة إجبارهن على الزواج من مقاتلي داعش. أم بسام واحدة من تلك الأمهات، عاشت 4 سنوات تحت حكم العبودية. أخبرت عائلتي بأنني على قيد الحياة فدفعوا لي الفدية، لكن عندما رويت لهم قصة إنجابي من داعشي رفضوا إحضار طفلي معي. ومنذ ذلك الحين لم ترى أم بسام ابنها لتعيش في حالة حزن دائم رغم نيلها حريتها. حاولوا طمأنتي، أخبروني أنهم سيرعون طفلي في دار للأيتام يديرها الأكراد. ورغم نبذ بعض الأمهات أطفالهن الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب والعبودية، فإن التي رغبن بهم يواجهن خيارا صعبا، حيث يعد قبول الطفل من أب داعشي مخالفا لتقاليد المجتمع الأيزيدي الذي يحاول الحفاظ على هويته، لينتهي المطاف بمعظم هؤلاء الأطفال في دار للأيتام في بلدة رميلان بشرق سوريا. افتتحنا الدار عام 2015 لإيواء الأطفال الذين فقدوا ذويهم نتيجة الحرب، وفي عام 2017 اختلف الوضع جدا حيث استقبلنا العديد من أطفال الأيزيديات. تفاصيل الوداع الأخير ستبقى في ذاكرة أم بسام وغيرها من الأمهات الأيزيديات، لا خيار أمامهن سوى دفن كل آلامهن ومحاولة استئناف حياتهن. أنا أسفة، أنا حطيت فيديو قبل فيديو، لكن الفيديو ده بيتكلم عن أطفال الأزيديين المتروكين بقى، لا أهلهم عايزينهم ولا الدواعش عايزينهم ولا أمهاتهم عايزينهم. يعني أم بسام كانت اضطرت، أهلها أجبروها إنها ما تطلعش بابنها وحطوا الولد في ملجأ. أما في بنات تانيين اللي اغتصبوا مثلا من الدواعش، في ستات ما بيقدروش إن هم يبصوا للابن اللي طلع نتيجة هذا الاغتصاب والتعذيب فبيسيبوه. فعلشان كده في ناتج كبير من هؤلاء الأطفال، ويا ترى بقى نفسياتهم إيه لما يكون هناك ملجأ لأطفال اليزيديات اللي مغتصبات، بقايا المجتمع اليزيدي اللي الحقيقة ألامه كانت شديدة جدا، مش عايزين طفل جاي من داعشي فبيحطوهم في الملاجئ دي. في المجموعة دي من الأطفال هيبقوا عارفين إنه مجتمعهم رافضهم لأنهم ينتموا إلى داعشي. دي حاجات لازم نكون مؤهبين لأننا نعالجها في الأطفال دي، نأهلهم إزاي يعيشوا
حياة سليمة وهم عايشين طول حياتهم عارفين ان هم احنانة لاننا مرفوضين، مش ان ابويا مات ولا امي ماتت، لا. ف طيب خليني اخد مكالمة الاخ عمر. اهلا بيك يا عمر. عمر اهلا وسهلا، مرحبا، اهلا بيك، سلام المسيح معك، تفضل. اولا بالنسبة للموضوع عن اطفال دواعش، فالشيء الاهم الذي التفت هو ان معظم داعش حتى ان في الدول المغاربية يشاركون في تنظيم داعش، حتى ان يأخذون اطفالهم هناك. طبعا يا في فيديوهات كتيرة لمغربيات وأولادهم ما زالوا يعني في الملاجئ دي. تفضل. نعم. يعني المشكلة احنا في المغرب، يعني السبب لماذا اختاروا داعش لأن هم ليس عندهم حتى إمكانيات لقمة العيش، والفقر هي السبب، فيأتون أناس بنفس التنظيم ويقولون بأن مثلا احنا نساعدوك ونعاونوك يعني بكل شيء، فقط يعني تذهب معنا في سوريا او في العراق ويعني يعطونا. طيب. انا فهمت قصدك يا عمر. خليني اسالك بس سؤال، انت بتقول انه الناس دي كانوا فقراء وجالهم اغراء مادي، وانا معاك ان ده كان موجود، ولكن يعني ده من زمان موجود، والناس دي ما شافوش فيديوهات القتل والذبح والاعدامات اللي موجوده في كل مكان، كانوا هم رايحين عارفين ان هم جزء من المنظومة دي في المغرب وتونس وفي الجزائر وفي مصر، حتى اللي سابوا من الستات كانوا عارفين ان هم رايحين عرائس للجهاد، صح؟ نعم صح، لان هذا حدث بالفعل في نواحي مراكش لما قاموا بذبح سائحتين من دنمارك ونرويج، وللاسف يعني كانت صورة المغرب صارت شيئا فشيئا دموي بسبب ما جرى فعلا. طيب. بس القاتل واللي بيوزع الفكر ده هو الفكر الإسلامي، هي المنظومة الإسلامية، هذا الفكر هو اللي زرع ده وعمل الأرضية اللي يكون عندك فيها بنات وشباب يطلعوا يقدروا يقوموا بالأعمال دي. توافق على ده ولا لا؟ لا هذا صحيح. نعم أوكي. لأن حتى أن إذا لأن المشكلة حتى إذا سألت بأن إذا واحد ترك دينه مثلا، ترك الإسلام عشان يولي مسيحي، فمعظم مغاربة يقولون جواب أن لازم القتل والحرق الشخص لأن غير مقبول في مجتمع هنا في المغرب. فهذا هو المشكلة، لأن من هنا تبدأ الدمويات والعطف تعطش في القتل لأجل تطبيق حد الردة، فهذا هو المشكل. هو التعليم، الثقافة الإسلامية، التعليم الإسلامي، الاتجاهات كلها هي اللي عملت الأرضية دي. عمر أنت عابر أو باحث أو يعني أين موقفك من الله اليوم؟ أنا عابر منذ سنوات، يعني أنا أوكي. طيب. مؤمن منذ 1999 طبعا، انا هذه 20 سنه وانا عزيز. المجد للرب. يبقى اقدر اقول لك انا وانت نقدر نتفق بالروح يا عمر، وكل مغربي ومغربيه بيسمعونا النهارده، ان احنا ممكن او كل حتى يعني مؤمن بيسمعنا النهارده، هل يا ترى نقدر اننا نحاول تغيير البطانه الاسلاميه اللي موجوده في بلادنا دي، ونتكلم عن حب المسيح للناس، شفاء المسيح للناس في الآخر؟ على فكرة يعني أنا قعدت أفكر وأنا بحضر ده، يمكن كنت هقول ده في النهاية بس هقوله وانت معايا يا عمر عشان يبقى إعلان فوق المغرب كمان وفوق البلاد الإسلامية كلها. ما فيش شافي لهذه الجراح وهذه المشاكل إلا المسيح يسوع فقط. ما فيش مدرسة تأهل هؤلاء الأطفال إلا شفاء القلب اللي يديه المسيح فقط. مفيش حد يقدر يغير الأشخاص اللي كانوا زيك وزيي،
اللي كانوا يعني أنا أعلم مدى الشر اللي كنت ممكن أقوم به وأنا في الإسلام، لكني أعلم اليوم أني أنا في المسيح فقط إنسانة عايزة أعمل لمجده في الأرض. كان ممكن نبقى دواعش على فكرة لولا المسيح. أمين؟ يا بصراحة أمين. يعني بصراحة يعني أنا في بلد الذي أعيش فيه في المغرب الناس لا يعرفون شيء اسمه المحبة. يعني هي 100% ما عندناش المحبة، يعني لازم نتبع يعني اللي تبعنا الوالدين والأجداد يعني، لكن مزبوط. هم لا مزبوط، وده جزء هم لا آخر يعني شيء. يجب أن هم لا يقبلون وهم لا يقبلون أي شيء غير الإسلام يعني. هذا هو المشكلة، لأن لا صعب أنهم أنك تقنعهم بشيء الأفضل. لكن مش صعب أننا نصلي، ومش صعب أن احنا نكون مصدر لمحبة الله في وسط أهلنا وفي وسط بلادنا. فأنا بصلي أن الله يستخدمك في هذا أيضا. وانت معايا، خليني أصلي للمغرب وأهل المغرب. يا رب احنا بنصلي من أجل سلامك في المغرب، محبتك لأولادك، من أجل ظهورك في وسط العابرين والعابرات اللي انت عايز تستخدمهم كأداة سلام وأداة محبة وكأبواق سلام وأبواق لمجد اسمك في وسط أهلهم وفي وسط هذا الشعب. يا رب إيش في أرض المغرب واظهر فيها بمجدك وملكوتك في اسم يسوع. أمين. أشكرك يا عمر، الرب يباركك. طيب خليني أخذ الأخ أيوب. تفضل يا أيوب، أهلا بيك، إزايك؟ الحمد لله، إزايك أنت؟ نشكر ربنا، تفضل. في الواقع هو مثل ما تفضل الأخ المتصل، هو ما ممكن نبرر الموضوع بأن موضوع فقر وحاجة واستغلال. هو الإسلام هو المشكلة وليس الفقر هو المشكلة، أن في ناس أغنياء وبعدين ما عم بيروحوا على فيلات، رايحين على حياة خيام وتقشف. أنا بتذكر واضح من أول لقاء المرأة اللي حكت التلفزيون الغد إن هي من حلب، لهجة واضحة السوريين بيعرفوا الشيء هذا. إن بالثمانينات كانوا إخوان مسلمين، بالألفين ثلاثة راحوا حاربوا في العراق مع القاعدة، هلا مع داعش، وقبلها هم الجلادين في سجون مخابرات البعثية. هم عندهم عقدة النحل الأعلون، يعني ان هن الأمة القائدة، هن الأمة القرآن بالوقتان، هن لازم الإمامة والسيادة منهم. فالفقير والغني هذا تركيبته، جاء المشكلة من الإسلام حصرا. هل هون الأساس ما هو موضوع فقر ولا موضوع؟ أنا بتذكر أنا كان في سكن عائلتين ثلاثة مسلمين عنا بالمنطقة، كان غالبيتها مسيحية، فبلشت الفتن تحت عنوان ما نكسر عين الحارة، يعني بلغة تانية إرهاب. يقولوا المسيحية دمه أزرق، أنا صاروا كطفل شلون في بني آدم دمه أزرق؟ يقول إيه هو، قال له الشيخ أبو، قال له أكد له ذلك. يتقاتلوا مع الناس، بعد لما تيجي الشرطة الرجال يهربوا، يعطوا بسموها تشنتياني بحلب، هو السبب باللف على الخصر فولاذ 100%. معلش أيوب اسمح لي، أنا على أيوب أنا مش عارفة أسمع كل الكلام اللي قلته ده في الآخر، في يمكن أصوات شوية عالية حواليك. بشكرك على اتصالك، وخليني عايزة الحقيقة أخد الفيديو اللي جاي ده، علشان مهم قوي أنكم تشوفوا البنت اللي كنت بتكلم عنها دي اللي عندها 11 سنة الأزيدية، دي نوعية أخرى من الأطفال. خلينا نشوف الفيديو ده. كنت أخاف لأنه ما أعرف شنو، إنه أطلع واحد تاجر أو يبيعني أو يضربني، هالشي ما أعرف خالص. إنه أي واحد يجي من وين يريد يشتري سبيل رح يشتري. جاء واحد اسمه بيسا الحمصي، كان يريد يتزوجني بالغصب، صار شي 20 يوم ما خليته. بعدين إنه مو هو عنده قوة شي زوجني. بعدين بعد ما زوجني خذاني عن مرته، كانت كان عندها بنت وحاملة، كنت أخدمهم. أنا
أول ما يجي كان إنه أخاف منه، كان هو ومس كان اسمي بس مو طويل، كان قصير، كان قصير لحيته مو بدرجة طويلة، وشعره كان ما كان في شعر عنده. إحنا جايبهم عشان الدين الإسلام، وهالشي ما يعلمون عن الدين الإسلام ولا شيء، بس هيك عشان يبيعوا يتاجرون فينا يحطون إن إحنا خدامة. وما كنت أريد إنه هالشي إنه أروح أصير مسلمة وهالشي، ما كنت أريد، ما خلص أتصل دل أضل على الدين الإسلامي، ما أرجع إنه أروح على الدين المسلم. ما أريد أضل بأرض العراق، أرض العراق مع ما كرهته، ما أريد أضل، بدي أروح على ألمانيا. كنت حابة إنه أدرس، أروح المدرسة أدرس أتعلم القراءة ولا شيء، إنه أصير إن أصير أصير مهندسة. عايزاكم بعد الحلقة كده ترجعوا تعيدوا تتفرجوا تاني مرة تانية على الحلقة دي، وتبصوا لوش البنت وكلمتها وهي بتتكلم، والبراءة اللي ما زالت موجودة فيها، ما قدرش داعش يقتلها لسه ما زالت فيها براءة، وفيها إحساس إنها عايزة حياة جديدة. okay. البنت قالت إنها اتجوزني، هي تقصد اغتصبني، بس مش قادرة تقول الكلمة. لكن طبعا ليكم انكم تتخيلوا البنت 11 سنة، يعني كان عمرها قد ايه؟ هي 11 سنة وهي هربانة وهي بتغتصب، ودول نوعيات من الاطفال الموجودة. عايزاكم تحطوا الفيديو اللي جاي ده عشان تشوفوا الشباب بقى، نوعية من الصبيان الصغيرين والشباب. تفضل. أكرم خلف كان في السابعة من عمره عندما اختطفه تنظيم داعش وضمه إلى صفوف المئات من الأطفال الذين دربوا للقتال. بعد أكثر من سنتين عاد أكرم، ورغم الابتسامة التي رسمها على وجهه كانت الآثار على جسده تكشف عن حجم المعاناة التي مر بها. تدريب أسلحي بو دربونا على استخدام المسدسات والمتفجرات، قالوا لنا عندما نكبر سنقاتل، طلبوا أن لا نظهر أي نوع من الرحمة تجاه إخواننا، وحذرونا من أن البعض منا قد يقتل. دفعت عائلة أكرم مبلغا يزيد عن 10,000 دولار لمجموعة اتخذت من تهريب الفتيان مهنة لها. أكرم وغيره كانوا من بين مئات الصبيان الأيزيديين الذين أرسلوا إلى مخيمات للتدريب بعد سيطرة داعش على مناطقهم في شمال العراق عام 2014. وبحسب روايات من هرب منهم، كان التنظيم يتبع أساليب تركز على تغيير أيديولوجيتهم من خلال دروس دينية وأخرى تعلمهم كيفية تنفيذ إعدامات أو عمليات انتحارية، بالإضافة إلى تعريضهم لأقصى أنواع التدريب الجسدية. عاد العديد منهم مع آثار نفسية عميقة. رأينا أمثلة للعديد من الفتيان يتصرفون بعنف، بعض الأسر اضطرت لإخفاء السكاكين في المنزل ومواد خطيرة قد يستخدمها المعتقلون سابقا. أحمد كورو البالغ من العمر 17 عاما لا يزال يرى مقاتلي داعش في أحلامه. بعد رحلة هروب استمرت أياما، عاد أحمد بعد 9 أشهر أمضاها مع التنظيم في مخيم في تل عفر. اليوم يعمل في هذا المتجر الصغير لعله ينسى ما مر به. أمنيته في المستقبل أن يستطيع الثأر حسب قوله، ولكن حتى ذلك الوقت يحاول إعادة الاندماج بين أفراد عائلته، عملية تبدو صعبة في العديد من الأحيان. عروب تاج الدين، الحدث. فضلت في ذهني صورة الولد ده وهو موطي وأخته بتحاول تساعده، ويعني صورة يعني أفضل من أي تعليق. ده اللي الأطفال دول عايشينه، ده المستقبل. لما يقولك عايز تعمل إيه في المستقبل، الولد بيقولك أنا عايز أخد بطاري. يا ترى إيه اللي يغير ده جوه الأطفال دول؟ إيه اللي محتاجين يعرفوه عن محبة الله ليهم علشان ده يتغير جواهم؟ مفيش حاجة هتدي شفاء للأطفال دول إلا أنهم يعرفوا مكانتهم عند الله إيه. هاخد مكالمة سريعة معايا الأخ عمر. أهل بولس، أنا أسفة، أخ بولس من مصر، أهلا بيك، تفضل.
ألو بولس. ألو أهلا بيك، يا ريت تعلي صوتك شوية يا بولس. أيوة تفضل. بولس معاك يا أخت أماني. تفضل. أنا صراحة أنا معجب ببرنامج جدا 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 يا أخت أماني بجد يعني. ربنا يبارك. أنت كشفت الحقائق صراحة، كشفت اللي بيقولها القرآن. أنا عابر بقالي 3 سنين عابر. مجد للرب. احنا مش قادرين نعلن عن ايماننا، مش عارفين يعني نعلن عن ايماننا ونبقى حريه البلد، مش عارفين يعني. فانا عايز يعني عايز اخد رايك يعني ايه نعمل ايه طيب؟ اوكي انا ما سمعتش كل كلامك، انت بتقول انت عابر وبتقول مش عارفين نعمل ايه عشان نعيش في البلد؟ تمام يا فندم تمام، يعني نعمل ايه عشان نعلن عن ايماننا، لاني مش قادرين نعلن عن ايماننا. لو اعلنا عن ايماننا هنخطئ. لا في اسم يسوع الكلام ده مش هيحصل، احنا لازم نتحرك بطريقه مختلفه. انا معاك. بص انا فاضل لي حوالي 7-8 دقائق على الحلقه، ف أنا بوعدك يا بولس إن أنا أخصص حلقات خاصة جدا لموضوع العابرين وإزاي نبتدي نعيش في وسط بيوتنا وأهلنا. في عابرين عايشين في بلادهم وبيبشروا جوه بلادهم وعايشين في وسط أهليهم. ظهر الخط وقع. يا ريت لو هو لسه على الخط يا ريت تاخدوه في الكنترول، ومن فضلكم تتأكدوا إنه عندي رقم الأخ بولس. بولس أنا هتصل بيك، ولو ما عرفتش لو ما عنديش تليفونك اتصل تاني وسيب تليفونك. اوكي طيب. انا بشكر الرب من اجل كل عابر وعابره عندهم شهوه قلب ان هم يخدموا الرب يسوع ويوصلوا بالرساله لاهلنا. الحقيقه كنت عايزه احط لكم نموذج خلينا نحط مثلا اول 3 دقائق من الفيديو اللي جاي ده لاطفال في ليبيا. خلينا نحط جزء. الأطفال اللي هنشوفهم دلوقتي دول أنقذتهم القوات الليبية، وشايفين بقى يعني الأعداد اللي موجودة 154 طفل من الجنسين، شايفين أطفال بينتشلوهم من وسط المعارك. شوفوا المشاهد اللي جاية دي، بيبي بيطلع من وسط أنقاض هتشوفوه دلوقتي. 177 طفل بين 3 أيام و 14 سنة. والأطفال دول عايشين في هيئة الهلال الأحمر. 51 طفل يتيم اتقتل أبائهم وأمهاتهم وتبنتهم جمعية الهلال الأحمر. في السجون أطفال ولدوا في السجون، مش عارفة عندهم 75 أم في السجن ولدوا كام طفل في السجن. دمار شامل بيجدوا الأطفال دول أنفسهم وحدهم. جمعية الهلال الأحمر الليبية عملت عمل رائع، استضافت الأطفال دول. ممكن نوقف هنا وأنا هكمل. بين ليبيا وتونس ومصر. يا ريت تحضر لي الفيديو الأخير، أنا هاخد منه حتى ولو دقيقة. أوكي. ليبيا عملت عمل رائع، أخدوا الأطفال دول وهم ما عندهمش إمكانيات. أنا آسفة. نعم. أوكي. الإمكانيات المادية، الإمكانيات حتى في المتطوعين في الحاجات اللي محتاجينها الأطفال دول ما عندهمش حاجة تكفي، ولكن مع ذلك احتضنوا الأطفال دول، لجأوا لأهاليهم أو للبلاد اللي هم منهم. عندهم مثلا أعداد كبيرة من الأطفال التونسيين
تواصلوا مع تونس وحاولوا يتكلموا مع التونسيين ياخدوا ولادهم. لحد دلوقتي مفيش حاجة حصلت. أطفال من مصر تواصلوا مع مصر وحاولوا إن هم يرجعوا الأطفال دول لأهلهم في مصر أو حتى للبلد تعتني بيهم، مفيش حد عمل حاجة. يعني أنا عايز أقول يعني مش عارفة أقول كل البلاد العربية دي موقعة على وثيقة حقوق الطفل، مين اللي هيقف لحقوق الأطفال دول؟ لكن عايز أوريكم مثل كويس يعني يدعو إلى الأمل. نشوف الأطفال دول اللي من الشيشان رجعوا لأهلهم وشوف حياتهم شكلها إيه بقى دلوقتي. هاخد على الأقل دقيقة منه. ثنايا وجه رب المنزل الذي شيده بكتحه وجهده، جاء ألمه الأكبر من ملازمة أحد أبنائه الثلاثة لمجموعة من المتطرفين، انسجام تحول إلى انسياق أعمى لم يرحم البيت بمن فيه حتى أدى على وردتيه خديجة وفاطمة، فذاقتا مرارة الحرب وعلقم الأسر على أيدي داعش قبل أن يعثر عليهما في مأتم بالموصل. لقد تمت إعادة الطفلتين إلى بيتي، إنها معجزة. لقد لاحظت وجود كدمات وحروق على أجسامهما، قامتا برواية قصص مرعبة عن حياتهما هناك. كان الأطفال يعيشون في الأقبية المعتمة تحت القصف المستمر من دون غذاء أو حتى ماء. جهود حثيثة بذلتها السلطات في روسيا بما في ذلك بالشيشان بالإضافة إلى منظمات حقوقية، جهود كانت كفيلة أخيرا بإعادة الطفلتين ضمن مجموعة من 5 أطفال يحملون الجنسية الروسية. روسيا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي تمكنت من استعادة بعض أطفالها. من المبهج جدا أنك تشوف الطفلة دي في حضن جدها، من المبهج جدا انك تشوف الاطفال دول بيعتنى بيهم وبيتحضنوا. انا حط لكم كل الفيديوهات دي على صفحتنا في الفيسبوك علشان تشوفوا اللي ما قدرتش احطه لكم. لكن بدعوا الاحباء اللي قلبهم اتحرك النهارده من اجل الاطفال دول. الهلال الاحمر في ليبيا عنده قطاع كبير من الاطفال، ساعدوهم، ابعتوا لهم المنظمات المسيحيه تتحرك لانها تساعد الاطفال دول. هناك اطفال في مخيمات من يعني حوالين سوريا والعراق والأردن، هؤلاء الأطفال محتاجين المساعدة. بس أنا النهاردة عايزة أقول حاجة للأطفال دول. على فكرة في يوم من الأيام هتعرف أنه الكتاب المقدس ما بيتكلم على أطفال الله دعاهم، الله اختار أطفال زي إسحاق زي صموئيل، اختار الملك داود، اختار ناس من قبل، يقول الكتاب كده من قبل أن صورتك في البطن عرفتك. الله النهاردة بيقول لك أنت كمان مختار، وأنت كمان يكون لك مستقبل معايا، وأنت كمان محبوب عندي حتى لو تركت من الكل، أنا لا أهملك ولا أتركك. الله يحبك كما أنت بأفكارك الداعشية ولا لا. الوحيد اللي يقدر يشفي هؤلاء هو يسوع المسيح وحده فقط. وصلي من أجلكم. آمين.